السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قد يحفز رغبتك لتناول الشمندر هما لونه الأحمر المميز ومذاقه الحلو اللذيذ، ولكن ما أدعوك لاكتشافه في الفيديو الحالي هي فوائده المثبتة علمياً التي سيجنيها جسمك عند المداومة في استهلاكه، والمتمثلة فيما يلي: أولاً، خفض ضغط الدم. يعد الشمندر خزاناً للنترات، الشيء الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي تحسين مستويات الضغط. ثانياً، تعزيز سلامة الكبد. علاوة على خفض البنجر الأحمر لمستويات الكوليسترول في الدم، فهو يعمل من خلال مادة البيتايين على تقليل تراكم الدهون على مستوى الكبد. ثالثاً، دعم وظائف جهاز الهضم. بالإضافة للمذاق الفريد الذي يمتاز به الشمندر، فهو يعمل بكمياته المهمة من الألياف الغذائية على تعزيز عمليات الهضم، الشيء الذي يقي من مشاكل مختلفة كالإمساك والبواسير. رابعاً، تحسين وظائف المخ. يساعد غذاء موضوعنا من خلال أكسيد النتريك على إراحة وتوسيع الأوعية الدموية في الدماغ، مما ينعكس إيجاباً على تحسين التمثيل الغذائي ونشاط الأعصاب على مستوى الأخير، وبالتالي الرفع من معدل التركيز والوظائف الإدراكية بشكل عام. خامساً، تعزيز الأداء البدني. من الفوائد المهمة الأخرى التي يمتاز بها الشمندر هو دعم الأداء البدني، وهذا بواسطة النترات الذي يوفر طاقة مطلقة تعزز القدرة على التحمل. بعد أن تعرفت على أهم فوائد البنجر الأحمر، إليك الطريقة الصحية لتناوله. تتمثل الطريقة بكل بساطة في تناول ما تتراوح كميته بين أونصتين إلى ثلاث منه، أي حوالي 100 غرام من الشمندر النيئ، تضيفها للسلطة في إحدى وجباتك في اليوم. وختاماً لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول البنجر الأحمر. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.